الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في بطن الاب هو اكبر. وهذه هي شهاده يوحنا اذ ارسل اليهود من اورشليم كهنه الولاويين ليسالوه من انت، فاعترف ولم ينكر واعترف اني لست المسيح. فسالوه اذا ماذا؟ أإلي انت؟ فقال لست اياه. النبي انت؟ اجاب كلا. فقال له فمن انت لنرد الجواب على الذين يسالون؟ ماذا تقول عن نفسك؟ فقال انا صوت صارخ في البريه قوموا طريق الرب كما قال اشعيا النبي. وكان المرسلون من الفريسيين فسالوه وقال له فلم تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبي؟ اجابهم يوحنا وقال انا اعمد بالماء ولكن بينكم من لستم تعرفونه هو الذي ياتي بعدي وقد كان قبلي. الذي انا لا استحق ان اخل نفسي حذائي. وكان ذلك في بيت عنيا في عمر الاردن حيث كان يوحنا يعمد حقا.